بدل عد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدل عد العكسي لا عمره شكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حرسها بإيدي ما بندم على الماضي بندم على شو المسدس؟ ما بعرف خد ما في احتياطي وحاول روح بسيارتك ما بتلحق عجل بسرعة شكرا لأنك كنت إجابة وساهمت معنا بالقبض على أفراد العصابة ولو أنا اللي عملته ما بيطلع شيء قدام تعبكم أنتوا حضرتنا إيه؟ لا بالعكس يا هشام بالعكس مجرد تبليغك عن الحادثة بيعتبر مساهمة كبيرة لأنه هيدا العصابة مش بس سرقت السيارة واعتدت على صديقك لا هي كمان مرتكبة كذا جريمة سرقة ونهب واعتداء كمان شكراً مرة جديدة بس كان المفروض المجنى عليه فادي فريد يجي معك لحتى هو بنفسه يتعرف كمان على أفراد العصابة خلص أول ما يرجع من السفر رح يجي لعندك بدك مني بعد شيء أو في فل لا سلامتك بالإذن الله معك تبع حالك سيادة النقيب أهلين أستاذ عاصم هلأ بعده طالع من هون مين؟ هشام أمين الشاب يلي بلغ عن الحادث مساعد الطيار معك حق مزبوط كأني لمحته هلا أنا وطالع بكل أحوال أنا كنت جاي لعندك لحتى أخذ عنوان ورقم تليفونه ورقم تليفون فادي فريد يمكن كان اسمه فادي فريد صح؟ صحيح صحيح أنا بقدر أعطيك بس رقم هشام لأنه فادي فريد برات البلد وأصلا ما عندي رقم تليفونه طيب سجل عندك
الو جبران، عاصم ما عم برد على تليفوناتي. شهرزاد بدك تنسيلي قصة عاصم هاليومين. كيف يعني بدي انسى عاصم؟ ما بقدر جبران، ما بقدر، انا بموت اذا ما سمعت صوته. يلا يلا سكري هلا، بحكيكي بعدين. شو عم تعمله؟ ما بدي اتركك لحالك. في شيء لازم اعملها لوحدي. شو ناوي تعمل؟ منال قالت لي ظهرت من البيت ومعك مسدس. شو عم تتركني لوحدي احسن ما اغلط فيه. عاصم ما تضيع حالك كرمال شيء تافه. عاصم انا عاصم غريب، حضرتك هشام امين؟ خير في شيء؟ حقيقه بدي احكي معك بموضوع السياره المسروقه، وحضره النقيب قال لي ما لها غير هشام. خير اكيد حضره النقيب بيوم. تفضل عم اسمعك. حقيقه على التليفون ما بيمشي الحال، بدي قاعد اعرف ايش انا. ايه اوكي، وين بتحب نلتقي؟ وين ما بتريد، بتحب عندي بالمكتب او بشي كافتيريا؟ ما في مانع. بصراحه انا هلا عم صف سيارتي، نازل على كافيه، في عندي موعد مع حدا وبعدين رايح دغري على المطار. طيب اعطيني عنوان الكافيه وبس خلص موعدك احكي معي، لأنه الأسئلة رح تكون شخصية شوي. ايه اوكي مثل ما بدك، أصلاً الكافيه كتير معروف وكتير هين العنوان. أيد عندك. ما تعتلي هم منال، أنا ماشي وراه. مع إنه حاول يمنعني، بس أنا ما رح أتركه. يعني هلأ هو مو شايفك؟ خيك مش شايف حدا، الغضب مليل عيونه. شلون كيفك؟ ماشي الحال. طمني شو صار معك؟ سألني عنك النقيب و كيفك يا أفادي؟ أستاذ عاصم؟ اشتقنا لك، صار لنا زمان ما شفناك. عاصم لازم تفهم منه القصة بالأول. أي قصة؟ شو في؟ ليش ما حضرتك بتفهمنا شو القصة يا كابتن؟ واضح تماما انه مو صدفه ابدا انه يركب فادي بسياره نايه اللي اشتريتها من غير علمي، والشاب نفسه عم بيرافقك برحلات الصيد تبعك. شو كنتوا عم تصطادوا بالضبط؟ عاصم صدقني انا مثلك مني فهمان شيء. سوري تفضل. لوين؟ سوري سلامتك يا رحمان. انت روح لحق طيارتك احسن طبعا. مين فكر حالك؟ انا هلا في دائره الدرك. روح هشام، اوعى الدرك، ما بدي حدا يعرف. بعدين استاذ عاصم في كثير شغلات لازم يعرفها، والكابتن كمان. We'll be right back.
جبران الحقني على المكتب. الو فادي وينك؟ انا هشام. فادي ترك تليفونه وراح. بتحب اقول له شيء؟ هشام؟ هشام اللي كنت بالاسكندريه ما هيك؟ انا نايا بنت خالته لفادي. اه نايا هاي. ما بعرف شو بدي اقول لك، هلا من شوي اجى حدا اسمه عاصم اخذ فادي وراح. بعرف شيء؟ كيف يعني شيء مثل شو؟ لا 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 ولا شيء ولا شيء. بس انا بصراحه عدلين هم فادي، لان هذا زلمة عاصم شكله نايم على الشر وما لحق تفهم ليش. انه كثير غريب، مع انه هو تلفن لي خصوصي كمان يسالني عن خبريه السياره، وهو اللي طلب يشوفني، بس وقت اجا وشاف فادي نسينا باخده له. مش هو بيعرفك؟ لا لا ما بيعرفني، جايب رقمي من عند المباحث. هشام بليز ركز معي شو بدي اقول لك. اذا عاصم اجى حكيك واكيد رح يرجع يحكيك، اذا سالك عني تعمل حالك انك ما بتعرفني، انك بعمرك مش شايفني، سامع؟ ايه اوكي، بس انه ليه بده يسالني الي؟ ما هلا فادي معه هو بخبره. لا ما تعتل هم فادي، هو بيعرف كثير منيح شو بده يقول. المهم انت ما تجيب سيرتي ابدا. اوكي نايا بتكون بنت خالتي. بنت خالتك؟ بس انا ما بعرف انه عندها خال. لما كان عمري 12 سنه سافرنا على حلب، فجاه انقطعت اخبارهم عنه. أنا كنت عايش عندهم بالبيت وكنت ساعد خالتي بالدكان وأحمل معها الأغراض، لأنه نايا ما كانت تلحق بين مدرستها وشغل البيت، وخاصة لما بلشت تهتم بخالتي لما صارت عمية. هيدي هي إمها؟ إيه. وهيدا خيها؟ لا، نايا وحيدة، هيدا بنت خالتها، بيجي أوقات بعد المدرسة بيساعدهم. ورجعت لهون بعد ما توفى الوالد حتى أدبر شغل من مال أرجع نبش على بيت خالتي، وعرفت إنه نايا جوزت زلمة غني، فقلت أنا بروح بزورها وبلكي بتدبر لي شغل مع جوزها. فصراحة لما شفتها صدمتني، بطلت نفس نايا اللي عشت أنا وياها كل طفولتي، كانت شخص تاني متعجرفة، حتى لدرجة قلت لي إنه جوزها ما بيحب يتعرف على حدا من أهلها. وين التقيت فيها؟ ما قبلت تستقبلني ببيتها، لقيتني على بوابة جنيني ورا الفيلا. طبعا طردتني، فليت بوقتها متضايق كتير وزعلان. بتذكر رحت قعدت على شط البحر ساعات لوقت ما لقيت ايد حنون مدت على كتفي، بتطلع وبلاقي الكابتن جبران. صار لك أكثر من 3 ساعات واقف هون ومش حاطط شيء على راسك يحميك من الشمس، اليوم الشمس كثير قوية وهيدا الشيء منه منيح أبدا. كنت جاي لعند بنت خالتي وشكلها مشغولة استقبلتك. تفضل بقى. منتبه إنه حالتي النفسية مش كل هالقد، واخترعت سبب طلع على راسي بساعتها لحتى ما قال له إنه نايا بنت خالتي اللي عايشة بكل هيدا العز طردتنا. صراحة البنت اللي بحبها رح أخسرها، ما معي مصاري، صار لي سنة عم دور على شغل وما عم بلاقي. هيني اعتبر حالك لقيت شغل. وين؟ هون على هيدا البوت.
بس انا ما بعرف بشغل البحر. انا بدي حدا يساعدني بالشغل، ما بدي حدا يسرق مني المهنه. وانا جاهز. بتحب الصيد؟ بساعدك بالبحر وبس. وقت اعطاني مبلغ مصاري لروح استاجر سياره وروح اطلب ايد البنت يلي بحبها بالطريقه يلي بتليق فيها، اللي منا موجوده اصلا. وقت قلت لك انه تركتني وتجوزت كرمال هيك انسحبت لما عرفت انه عاصم ونايا واصحابه معزومين لعندي على البوت. وقتها كمان ما قبلت اني اشتغل معك على البوت وانسحبت لما عرفت انه نايا غرقت. قد ما كنت متضايق وزعلان ما كان عبالي اشوف قديش عم ببكي عليها. طيب سيارة سرحان شو خاصة بكل هذا الموضوع؟ أمي الزاهرة عاتبت خالتي الله يرحمها، بوقتها طلبت من نايا انه تساعدني بحيالها طريقة. هيدا كان اصلا سيارة سرحان ضلت باسمها، وما بعرف بوقتها ليش حسيتني انه بدي روح انقل خضرة. على كل الله يرحمها، هيدي السيارة كانت نحس علي وعليها. نايا غرقت وماتت وانا كنت مت بسببها. كل هذا الشيء من ورا ظهري. الله اعلم شو عامله كمان. كريم، أنا بورتة كبيرة. أنت فين أنا؟ بتعملي إيه عندك؟ هالمرة بدي أخبرك كل شيء لما أشوفك. طب ارجع القاهرة. ما بقدر. تعا أنت. ما ينفعش. ليش؟ لأنك متجوزة. خلاص؟ تخليت عني؟ بتعرف كويس قوي إن أنا ما أقدرش أتخلى عنك. بس الظروف اختلفت. أنت على ذمة راجل. معك. عارفة يا نايا أنا تمنيت إيه؟ شو؟ تمنيت لما نوها قالت إنك متجوزة كان نفسي ترد عليها وتقولي إن أنت منفصلة مثلا، لكن ردك عليها بمنتهى السرعة والسهولة دي زاد الحكاية غموض وبلبلة وبقت معقدة مبقتش مريحة بالمرة. ممكن أعرف ليه؟ وين بتحب نلتقي لحتى جاوبك على كل هالأسئلة؟ لا تلحقني. علب الكراكيب أدوات رسم هندسي يمكن محتفظة فيها من أيام الجامعة. ممكن تفهميني ليش محتفظة بكل هالعلب والكراكيب؟ بكل بيت في هيك أشياء يا عاصم.
هذا هو العياز بالضبط. طل يا بي احلى علبه بس وشغل. تكرم عينك. الخادم ياخذ العائله على ايدك. شو هاي الازازه؟ هي قطعة الماس. الماس؟ شو جابها لهون؟ هذا سؤال بده تفكير وتركيز كبير. يعني ليش حجر الألماس لوحده من غير الخاتم؟ صرفت بالصيغة بس لسه في كتير مجوهرات. بس في قطع أكتر من هيك ما بعرف وين راح. يمكن احتاجت شي مبلغ اضطرت تبيع كم قطعة. بس أنا ما كنت مؤثر عليها أبدا. بعرف أخي، بس يمكن وقت اللي اضطرت تشتري السيارة. بس هاي الألماسة كانت بالخاتم اللي كان بإيدها بنفس اليوم اللي غرقت فيه. عاصم حبيبي، كيف بدها تكون لابسته وتاركته هون؟ أكيد عم تحكي عن شي خاتم تاني. زين يخزي العين، واضح انه كانت مدللة عندك. كل يوم التاني خاتم شكل. هذا الحجر شو كان عم يعمل لوحده بالجنينة؟ اكيد وقع منها بالغلط وهي عم تشتغل بالجنينة. ما مبين انه كانت حركة ونشيطة كتير ودايما ايدها بالزريعة. انت كنتي لازم تكوني عايشة معنا، بعتقد ما كان في اي مشكلة بينه وبين نايا. حبيبي ما في شيء اسمه لازم، في شيء اسمه نصيب. في شيء اسمه ما بعرف شو عم بصير. في شيء اسمه انه انا رح اجن اذا ما بعرف. لازم اعرف. تفتكر عاصم ممكن يعرف؟ عاصم منه قليل. ممكن قصة السيارة اللي اشتريتها من دون علمه توصله لحتى يعرف انه انا مني ميتة. يعني انت في لبنان دلوقتي بحكم الميتة؟ أنا فعلاً ميت. يمكن هلأ ولا بعدين. ممكن ما اسمعش كلمتي تانية. أنا كان محكوم علي بالإعدام وعندي ثلاث طرق للموت وبحق اللي اختار وحدة. يا أما موت بمسدس عاصم بطلق براسي، يا أما أخذ كمية أدوية نيم وما عود قوم، أو الغرق. فضلت الغرق لأنه احتمال النجاة كان وردة إنه عيش كم يوم زيادة بحياتي. كنت حابة أعيش بحرية من دون قوانين، من دون ما حدا يقول لي هيدا مسموح وهيدا ممنوع. كنت حابة أجرب الحرية ولو كم يوم. بس دي مغامرة كبيرة وعناية. بس الحرية بتستحق مغامرة. وبعدين إذا متت مش مشكلة. أنا مش حاسمح لده أبدا. أنا أحميك. انت ما بتعرف عاصم. وانت بتعرفيش كريم الشافعي. لو ما بعرفك ما كنت اتصلت فيك وما كنت انا هلا موجوده هون. خليني اقولك على حاجه، انا اما قلت لك مكان الجن الازرق مش هعرف طريقك. الجن الازرق. مش عايزك تقلقي، طول ما انا عايش خليك مطمنه. كريم أنا كتير بتشكرك لأنك فهمتني. بس الموضوع خد معي وقت كبير قوي. فينا خبرك قدي هالسر كان حملة تقيل علي وقدي عذبني. وعذبنا كمان. بس كله عشان يجي يومك.
يلا بينا بقى عشان أسجلك المهبأ السري. يلا يلا. هالقد ما فيها خير بابا حبيبي انت. هي شو انت؟ حبة الماس. مرسي حبيبي، ما كنت بديك تكلف حالك هالقد يعني. انه زي ما لالك. عم بمزح معك انت. هي بتصير لعليك إذا عرفتي تحلي هاللغز. لغز؟ حكم خبرتك. لا من هالناحية ما تعطى الهم، أنا من نظرة وحدة للألماظة بعرف من أي بلد من عند أي تاجر كمان. أنا عم بحكي عن خبرتك بالحياة مو بالألماس، يعني بحكم الأشكال والألوان اللي مروا على راسك. أنا اختصرت كل حياتي فيك. مرتي بتموت غرض؟ أو بالأحرى أنه تمتحن بسبب؟ لأنا مجنونة، ما أنت اللي بيعيش معك بينكتب له عمر جديد. أنا مريت فترة عصيبة كتير. إن شاء الله يا رب عدوينك. فجأة بلاقي حدا عم يراقبني، وبعت لي رسائل تهديد، مرتي الوفية عم تعمل شغلات من ورا ظهري، عم تغفلني من غير علمي. وهذا الحجر بلاقي واقع من الخاتم بالبيت. لا والغريب أنه انه بتنتحر باليوم اللي كانت لابسته. يعني انت شو تفسيرك لهذا الشيء؟ والله تفسيري انه حسادك كتار وهي تصطفل منها لربها. لا انا ما عم بقول لك تبصري لي، انت شو فهمتي من هذا الحكي؟ صراحة يعني في شيء غلط. شو؟ ما بتزعل مني؟ ما انا تعبان اصلا، ما قدران ازعل من حدا. انه يعني كيف معقول تكون لابس الخاتم وتغرق فيه وبعدين انت تلاقي الحجر بالبيت؟ شو بدها تقوم من الموت يعني وتروح على البيت وتعمل له تعزيله هيك سريعه وهي مستعجله يوقع الحجر وما تنتبه؟ كيف بدها تنتبه يعني؟ ما هي مستعجله خايفه انه روحها توصل قبلها. ايه فادي طمني شو صار معك؟ نايا انا لازم فل من البلد باسرع طريقه ممكنه، بدي اياك تبعتي لي تيكت وشويه مصاري لانه عاصم قرب يكشف الحقيقه. ليش شو قلت له؟ انا مش مشكلتي بس مع عاصم، طلع لي جبران كمان. فادي ما عم بفهم عليك، فهمني. فهمتهم اثنيناتهم انه انت بنت خالتي وانا ما بحكي معك، من هيك خبيت الحقيقه على جبران، واول ما متي طريت اترك الشغل عنده. طيب منيح؟ لا ابدا مش منيح نايا، عاصم اعتبرك عم تتصرفي من ورا ظهره بقصة السيارة وجن جنونه وعم بنبش على قصة جديدة. عم تفهم علي ولا لا؟ كوني أكيدة إذا بيكتشف شغلي بيقتلني، فاهمي؟ Thank you.
اهلا، ازيك يا نور؟ ازيك يا مش؟ الحمد لله. بقول لك يا كريم قفل موبايله ولا حاجه؟ لا مش عارف، بس هو بقاله كتير قوي ما كلمنيش. انا وايه، اتفضلي اقعدي في المكتب، يعني ممكن يكون في حته ما فيهاش سيجنال ولا حاجه. اه معاكي حق. بقول لك انا هطلب قهوه، تحبي تشربي حاجه معايا؟ اه اشرب قهوه انا كمان. خلاص يبقى نشرب قهوه مع بعضينا. بقول لك ايه، الجنابي عشان خاطر اطلبيها انت. من عيني يا حبيبتي. جاهزه حالا. طب تعالي تعالي يا رشا. عوضي مالك واقفه ليه يا عودي؟ انجي عشان خاطر انا عايزه اطلب منك حاجه، ما دام احنا يعني ايه لوحدينا. عايزاكي الفتره الجايه تعملي شويه تظبيطات كده في شغلك، وعشان خاطري من غير حساسيه، ممكن؟ لا خالص، حساسيه ايه؟ ده انا حتى امتاز بان انا عديمه الاحساس خالص. قولي اللي انت عايزاه. انا عايزه بس كده الفتره الجايه تبقى علاقتك بيا مباشره على طول. مش فاهمة، معلش وضحيلي أكتر. أوضحلك؟ بصي يا إنجي، أنت عارفة كويس إن الشركة الفترة اللي فاتت كانت بتنهار، وأنا ما كنتش عارفة أتدخل ولا أنصح كريم عشان ما يزعلش مني وينجرح، وعشان هو طيب وكريم وبيتساهل مع كل الناس، ده غير يعني إن هو كان مشغول بحاجات تانية كتير، ده اللي وصل الشركة اللي هي فيه دلوقتي. الشركة ما فيهاش بوس، مفيهاش حد يمشي الشغل ويظبطه كويس. كلام جميل طبعا، كل اللي بتقوليه مظبوط، بس انا ما فهمتش ايه التعديلات المطلوبه مني. بسيطه، عايزاكي تقولي لي كل شارده وورده بتحصل في الشركه، مين بيخش ومين بيخرج، بالاسماء والتفاصيل. سهله مش كده؟ اه طبعا سهله قوي، من عيني. ميرسي يا انجي بجد. ايه ده؟ كانت دعوة من مصح الأمل بمناسبة 25 سنة على تأسيسه. انسي انسي، دول الجمعيات الخيرية بيعملوا مناسبات لحتى يلموا تبرعات بس. السيدة نايا غريب، تتشرف إدارة المصح بدعوتكم لحضور احتفالها باليوبيل الفضي، ونظراً لأياديكم البيضاء في دعم هذا المصح، سيتم تكريمكم مع مجموعة من المحسنين الذين ساهموا بعطاءاتهم لجعل هذا المكان جنة للمسنين. ظاهرة دول ما بيعرفوا انها توفيت. ظلمتها لنايا. شفت هلا وين كانت عم تتصرف بصيغتها؟ شو ذنب هالمخلوقة غير انه ساعدت بعمل خيري؟ هذا كله لانه أما بالمصح، حتى يعتنوا فيها اكثر. الكيت سماي بيما. وين هلا؟ توفيت ودفنوها بنفس المصح من زمان. منيح اللي توفت قبل ما تموت بنتها. بس أنا بدي روح تكريم. برافو عاصم، كتير حلوة منك، وهيك أنت بتستلم التكريم عنا. بدي روح. ما تتخضيش، أنا كريم وده رقمي الجديد عشان أتكلم معك بيه. الرقم ده ليك لوحدك. ايوه نايا، ما كنت متوقع تاخد كل هالاحتياطات. حكايتك مش سهله بالمره، وفجاه لقيت نفسي فيها طرف. منك مضطر ابدا. شو ذنبك انت؟ ذنبي انك تخصيني كانك حد من عيلتي. انا بعتذر اني حطيتك بهالموقف، صدقني ما كنت بدي ابدا. حمايتي ليكي ده امر مفروغ منه ومش محتاج له تبرير. انت كنت عايشه في جحيم، انا عايز اعرف انت استحملتي ده ازاي يا حب. قول شو كان بدك تقول؟ نفسي أقول حاجات كتير قوي يا نايا،
استشير. اعذريني. بتعرف بقيت عامل زي ايه؟ عامل زي رواية صحراء التطرف. شو بتحكي هالرواية؟ الرواية دي يا ستي بتحكي عن مجموعة جنود محاصرين داخل قلعة في وسط الصحراء في حالة ترقب ورعب وانتظار، مستنيين لحظة هجوم أعدائهم عليهم، واللحظة دي ما بتجيش أبدا. وبالرغم من كده حالة الرعب والترقب ما فرقتش حد فيهم. بليز كريم ما تحس حالك طرف، هيدي معركتي بدي خوضها لوحدي، ما رح اسمح لحالي ابدا انك تتأذى بسببي. اللي عملته لهلا كرميلي اكثر من مطلوب، غير هيك انا ما بدي. صدقني لو شو ما صار انا رح حارب لحتى انت تضلك بعيد عن هالقصه. ما انت ملاحظه ان كلامنا كله بقى عباره عن مفروضات عسكريه كاننا في ساحه حرب؟ هو اذا عارف عاصم الحقيقه رح يتحول كل شيء لساحه حرب، بس هالحرب ما حدا رح يعرف لوين بدها توصل، شو رح يكون مداها؟